سيادنا، السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة تكفنسات. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة، لا تبخل علينا بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة، وانضم إلى أسرة التكفنسات. كما تعلمون أصدقائي، قمت ببدء سلسلة كيفية التقاط الأقمار الاستماعة بالمسطرة، يعني عديد من الأقمار بطبق واحد، و قمت بوضع الشرح الأول هو كيفية التقاط قمر أوتيلسات 5 والنيلسات. كما تعلمون، فأنا قمت بهذا الفيديو ووضعته على قناتي، وإن شاء الله سنشرع قريبا على جميع الأقمار الأخرى. ولكن قبل ذلك سوف نقوم ونريكم كيفية صناعة المسطرة، أي مسطرة لتركيب العديد من الأقمار الاصطناعية. سوف نقوم ب صنع مسطرة قصيرة، يعني 4 أقمار، ثم نقوم بتمديدها لتصل إلى أقمار عديدة إن شاء الله. سوف نقوم بصناعتها من أشياء بسيطة أصدقائي، فهي موجودة تباع في محلات بيع مواد البناء، يعني كل شيء موجود. سوف نقوم نريكم بالطريقة السهلة لصناعة مسطرة عالية لالتقاط العديد من الأقمار إن شاء الله. ثم من بعد هذا المسطرة سوف نقوم بتمديدها لنقوم بالتقاط قمر النيلسات وقمر الهسبسات إن شاء الله أصدقائي. كي لا أطيل عليكم، سوف نريكم هذه الطريقة لصناعة المسطرة، فابقوا معنا. إذن أصدقائي، أول شيء سوف نحتاج هذا هذه مسطرة عادية كما تلاحظون أصدقائي. سوف نقوم بتركيب 4 أقمار في هذه المسطرة. سوف نبدأ أولا، سوف نريكم طريقة التركيب. هذه الأشياء أصدقائي تباع في محلات بيع مواد البناء أصدقائي. سوف نقوم بشراء هذه البرغين كما تلاحظون، هذان بنفس المستوى، ثم صغير بعض الشيء، ثم صغير جدا، يعني سوف نقوم بتركيب هذا الصغير على أوتيلسات 5 إن شاء الله، ثم قمر طور، ثم قمر أوتيلسات 3، وكذلك قمر أسطرة 4. سوف نبدأ بهذا الشرح الدرس الثاني في سلسلة شرح كيفية التقاط الأقمار بالمسطرة إن شاء الله. سوف نقوم بتعديل هذا الخيط كما تلاحظون أصدقائي، فهو لرقم 10، فهو مناسب جدا لهذا الخاتم، فهي سهلة جدا لصناعة مسطرة عادية يدويا أصدقائي لالتقاط الأقمار التي تريدها. ثم نقوم بوضع، أنا قمت بشراء هذه اللواقط القادمة، سوف أستعملها لالتقاط الأقمار. لدي الآن 5 لواقط، واللاقط الأصلي لدي أستعمله لالتقاط الأقمار الأخرى، فهو لاقط قديم إنيفرسيل بجودة جيدة في الإشارة. فأستعمل المفتاح، مفتاح 10، إذن سوف أستعمل هذا على هذا النحو. كما
تلاحظون أصدقائي فهي سهلة جدا. سوف أقوم بتركيب اللقط الأول كما سنلاحظ هنا أصدقائي. سوف أركبه هنا فهذا سوف أستعمله إن شاء الله على مطلسة 5، مطلسة 5 المعروف بالقنوات الفرنسية الملتي ستريم وقناة ليكيب الفرنسية التي تنقل كأس ملك إسبانيا. ثم أقوم ب فك هذه هنا ثم نقوم بفتح الخواتم. أنا أصدقائي الفيديو سوف يكون مطول بعد الشيء، ولكن إن شاء الله سوف تستفيدون من هذا الفيديو إن شاء الله لصناعة المسطرة يدويا في المنزل. تكلفتها لا تتعدى 20 درهم مغربية. فهذه اللواقط 5 دراهم للاقط الواحد، ربما تجده أقل من 5 دراهم، فهي لواقط مستعملة ولكن ستجدها إن شاء الله جيدة رغم أنها مستعملة، ولكن سوف تجدها شغالة إن شاء الله. بهذه الطريقة نقوم بتثبيت الثاني. إن شاء الله سوف أقوم بصناعة مسطرة أطول من هذه المسطرة لالتقاط الأقمار الأخرى. هذه المسطرة تكفينا لأربعة أقمار، أي النيل ست في التابيد، ثم أوتيل ست 5، ثم قمر طور، وثم قمر أوتيلست إن شاء الله 3 قمر الفيدات. وإن شاء الله سوف أقوم بصناعة مسطرة أطول لالتقاط قمر الغرب الموجودة في الغرب كالهيسباسات وتيليستار وغيرها من وغيرها من الأقمار الأخرى إن شاء الله. سنقوم ب ربما أتمنى أن الصورة تكون واضحة، فالفكرة فقط سوف تأخذ الفكرة ثم تطبقها إن شاء الله. هذه الطريقة أحسن من المسطرة الثابتة، فيمكنك أن تقوم برفع الرؤوس وتقوم بتنزيل الرؤوس وقت ما شئت، أو تدوير الرؤوس إلى أي اتجاه تريد.
إذن هذا هو الرابع، فهو متوازي مع هذا مع الثالث. سنقوم بوضعه نقوم بإكمال سلسلة الرابع. ربما أن قمر أوتلست 3 وقمر أسترا 4 فهو في مستوى واحد بالنسبة للمسطرة إن شاء الله. فالبعض يتساءل على قمر البلغاري كيفية التقاط قمر البلغاري في وسط المغرب، في أكادير، في تارودان، تيزنيت وغيرها من المدن الأخرى. فالنصيحة فهو صعب بعض الشيء إلا بالنسبة لأصحاب الذين يمتلكون أطباق كبيرة كمتر وثمانون. أما بالنسبة لمتر وعشرون ومتر وثلاثون في هذه المناطق فهو صعب بعض الشيء. سوف أقوم بمحاولة، لدي فكرة سوف إن شاء الله أدرسها وأطبقها على الواقع. سوف أقوم بزيادة حجم الطبق يدويا إن شاء الله في المستقبل. سوف أقوم بهذه المحاولة لزيادة حجم الطبق. لدي طبق متر وعشرون، سوف أقوم بزيادة طبق حوالي 60 سنتيمتر، أي 30 سنتيمتر لكل جهة، يصل إلى متر وثمانون إن شاء الله. لما لا، فهي فقط أفكار ثم تتحول إلى واقع. إذن أصدقائي، كما تلاحظون الشكل النهائي إن شاء الله سوف نقوم بتعديلها أمام الطبق إذا كنا أمام الطبق، وكذلك لتعديل الإشارة من أوتلست كما قلت أوتلست 5، وكذلك طور، وكذلك أوتلست 3. فنقوم بزيادة هذا بالنسبة لأوتلست أو أسترا 4. فما بين أوتلست 5 وأوتلست وطور ربما سيكون في هذه المنطقة، سوف أقوم بحذف هذا اللاقط الذي سوف يكون هنا. سوف أقوم بحذفه ليكون هناك 3 أقمار في هذه المسطرة إن شاء الله، والنيلست سيكون ثابت في الطبق أصدقائي. إذا أصدقائي متابعينا، كما تلاحظون فهذا هو الشكل النهائي للمسطرة. إذا أصدقائي، هذا هو الشكل النهائي للمسطرة. كما تلاحظون أصدقائي، سوف نستعمل هذا اللاقط لأوتلست 5 ثم قمر طور ثم قمر أوتلست 3 إن شاء الله مع النيلست. سوف يكون النيلست في الوسط يعني ثابت، ثم نقوم بتركيب هذه المسطرة كما تلاحظون فهي مسطرة عادية إن شاء الله. سوف أقوم بتبديد هذا المسطرة لتكون حوالي 60 سنتيمتر إن شاء الله لتركيب العديد من الأقمار بطريقة سهلة وبسيطة ومناسبة للجميع. يمكنك تركيبها في المنزل، أي يمكنك صناعتها بنفسك والتقاط العديد من الأقمار بدون تدوير الطبق، يعني سيكون الطبق ثابت والتقاط العديد من الأقمار الاصطناعية، منهم الأقمار التي تعتمد على الفيد لرفع إشارة الفيد إن شاء الله. سوف قمت سابقا بشرح فيديو كيفية رفع الإشارة بالنسبة للترددات الصعبة، وإن شاء الله سوف نريكم كيفية رفع إشارة الفيد عندما
نقوم بتركيب المسطرة على طبق 1.20 متر إن شاء الله. أصدقائي متابعينا، كل هذا ما لدي في هذا الشرح، أتمنى أن أفيدكم في شرح اليوم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع. شكرا لكم على المتابعة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.